مشاهدينا رجعت لكم باش نشوفوا وصفه لاموس الشوكولا تاعنا اليوم. لاموس الشوكولا كلاسيك. اذا بالنسبه للمقادير عندي هنايا 400 غرام تاع شوكولا كاريدور من نوع سبورتي نوازيت. فوالا اخترت ذوق نوازيت. نحتاج 20 غرام تاع الزبده، نحتاج يعني حوالي ملعقه 20 غرام زبده، نحتاج هنا 40 غرام تاع كاكاو، شويه لافاني، نص كاس تاع لاكريم ليكيد، ثلث حبات بيض، وزوج ملاعق تاع السكر. ما نساش قرصه ملح باش نطلع يعني لو بلون دوف تاعي. اذا هنا هنايا كاين 100 غرام في الحبه. اذا انايا ندير 4 علب، قلت لكم ذوق نوازيت. نديرها تذوب هي الاولى وبا ماغي. هذا انت في المنزل الا ما عندكش هذا النوع تقدري تستعملي، لكن دائما لاموس الشوكولا سيدتي لازم نختار انه نستعملها بالشوكولا يعني من النوع الجيد، ماشي تاع كلاصاج، لازم تكون نوع جيد. فوالا بهذا الشكل نزيدو لا كاتخيام سي 400 غرام. نخليها دائما كما قلت لكم الحمام مائي تاعي يكون ناقص، راني نقصت له. دائما لازم لو ريسيبيون ما يقيسش في الماء وما يكونش يخرج لي الهواء من هنايا. انا فقط راح ندير له شويه تاع البابي منا باش ما يخرجليش الهواء. عفوا بهذا الشكل. اذا نحرك فقط شويه ماشي بزاف. فوالا نخليها تدوب في عقلها. نروحو للايتاب رقم 2 ولا المرحله رقم 2. المرحله الاولى الشوكولا تاعي نديرها تذوب وباماغي ما نمسهاش. المرحله رقم 2 رايحه نفصل البياض عن الصفار. بسم الله عندي البلون دوف تاعي لازم نطلعوه بالباتور جيدا. هنا لازم البلون دوف تاعي باش يطلع لي لازم يكون في درجه حراره الغرفه، يعني يكون محطوط برا ما يكونش بارد. لو ريسيبيون تاعي لازم يكون نقي، يكون ناشف ما يكونش فيه الماء، سينو ما يطلعش. هلا بهذا الشكل. هلا نزيد رقم 3. هنا كاين زوج مراحل كيفاش نحضر لاموس الشوكولا. انا درت لكم المرحله المبسطه يعني زوج مراحل كلاسيكيه، لانه هنا الهدف تاعنا في الشوكولا هو انه الصفار لازم يطيب. البيض نقدروا ناكلوه ني، فوالا نطلعوه كيما يقولوا بالباتور عادي، لكن الصفار لازم يطيب ولازم يتعقم. علاش حنا نطيبوه؟ لازم نعقموه. فوالا قرصة ملح. إذا باش نعقمو كاين زوج مرحلتين. في المرحلة الأولى زوج مرحلتين كلاسيكيتين. المرحلة الأولى هذه هي وين نطلع البياض تاعي جيدا حتى يولي. فوالا نبدا نطلع. بسم الله
إذن نكتفي. شوفوا فقط البياض تاعي راهو دار لي لاكو تاع منقار دادت كيما يقولوا فوالا. يعني راه وجد لي الشوكولا تاعي راهي تذوب تقريبا، يعني ما بقى لهاش. شوفوا فقط لازم نحركها شويه هكذا باش راح نضيف عليها هذيك الزبده. هنا لازم تذوب معاها الزبده. هذا بهذا الشكل. اذا كمرحله رقم 3 واش هي؟ نجيب ان ريسيبيون صغير فوالا بهذا الشكل. هنا لو بلون دوف تاعي راهو طلع. هي في الوصفه الكلاسيكيه يعني ما تضيفي والو، خليها فقط بالبلون دوف. لكن انا اخترت انه نضيف فيها الكريمه الطازجه. الكريمه تعطي لي ذوق وتزيد لي الكميه في لاكريم ديالي ولا لاموس تاعي والشوكولا. اذا نزيد نطلع لاكريم ليكيد تاعي فوالا. بسم الله ندير، قلنا لاكريم ليكيد فيها تاعي فيها نسبه تاع الدسم 35% باش تطلع لي بالباتور، سينو ما عادش راح تطلع. لقيناها في 28% تاع نسبه الدسم ما تطلعليش. بسم الله نبداو. فوالا اذا كيما راكم تشوفوا راني طلعت لاكريم ليكيد ديالي. هنا ما حبيتش نضيف لها السكر لانه عندي السكر في بياض البيض وعندي السكر في الشوكولاته. هنا فقط كاينه ملاحظه، هنا لاكريم ليكيد كي نطلعها هكذايا اون نيج ولا فوالا نضيف لها السكر تعاود تولي لنا لاكريم شونتي. هذه هي لا فري كريم شونتي، سي لاكريم ليكيد بلوس كيما يقولوا السكر. اذا شوفوا هاي الشوكولاتة تاعي تقريبا ذابت كامل. هنا دوك نجيب نبدل لوستونسيل تاعي ونبدا نخدم بالفوي لانه راح نضيف الشوكولاتة عفوا صفار البيض في الشوكولا. فوالا بهذا الشكل. شوفوا فقط ليغو الكغاتان تاعي تقريبا يعني راهو قريب يطيب مبقالوش. شوفوا يعني الوقت اللي دينا فيه ماشي بزاف. شوفوا الشوكولا ديالي
نحيها من فوق النار يكفي. نبقى نحرك فيها هنا دوك كمرحله واش رايحين نديرو. اذا نبقى نحرك هنا، علاش ولات لي هكذا؟ لانه فيها الزبده. راح نضيف الجوم دوف، لكن تكون يدي لازم نزرب، على سينو رايح يطيب لي. شوفوا واش راني ندير، فوالا بهذا الشكل. فوالا نحيها من فوق النار، ونزيد نحرك هنا. واش نزيد؟ راح نزيد لاكريم ليكيد هادي تاعي اللحم، لكن نحرك جيدا، نخليها بعد ذلك تبرد شويه، ونبدا نضيف بياض البيض غير بشويه بهذا الشكل، غير بشويه. هذه كمرحله اولى لازم نحرك، ومن بعد راح نستعمل لا مارينز. فوالا لازم نزرب شويه يدي هذا بهذا الشكل. هنا واش درت؟ شوفوا الموس تاعي رجعتها اوموجين. هنا كما قلت لكم الجون دوف تاعي علاش نديرو؟ لازم تكون شوكولا تاعي سخونه هكذا باش نطيبوه، يعني باش نعقموه. لكن كاينه مرحله ثانيه وين وصفه اخرى تاع شوكولا، لكن لاموس وشوكولا، لكن يعني هما وصفتين كلاسيكيتين في زوج، لكن فيهم مرحلتين. المرحله هذه الاولى اللي راني نخدم فيها انا، وكاينه مرحله ثانيه وين نطيب انسيغو يعني بالمقادير، يعني نطيب لو سيغو تاعي للسكر تاعي اللي يكون في المقادير، لازم نطيبه بشويه ماء، ونطيب البيض تاعي، يعني نطلع البيض تاعي نطلعه بهذاك السيغو لازم يكون سخون. هذه نقولوا لها لاباغايا بومب، وين هنا نطيب بالبيض تاعي كاريمو وناكلها كامل وما نخافش. فوالا بهذا الشكل، شوفوا فقط راح نضيف هنا دوكا. نبدا نخدم بيدي ولا بلا مارينز، نحي فقط هدوما. راهي بردت تقريبا، راهي بردت. لازم هذه المرحله جد مهمه، لازم نوريها لكم. شوفوا كيفاش راح ندخل البياض البيض في الشوكولا ديالي، لكن قبل ذلك راح نضيف شويه لافاني، وراح نضيف لو كاكاو. هلا بهذا الشكل، نستناو فقط كاكاو. نورمالمون نضيفوه في الاول، لكن ما عينيش يعني عادي. اذا الكغاتا تاعي راهو يطيب. هلا شوفوا فقط هنا بهذا الشكل. اذا واش ندير كمرحله اولى؟ راح نرفد القليل من بياض البيض تاعي. شوفوا فقط، شوفوا هو كمرحله اولى هكذا. هنا معليش حتى الا كان يتكسر لي ما يهمش، لانه لازم نعاونو. فوالا شوفوا شوفوا، انا مالغري راني ندير هكاك بصح راهي كيما يقولوا ما رانيش نيكرازي فيه باش ما طيحليش. فوالا بهذا الشكل غير بشويه. شوفوا كش راني نخدم دوكا هكذا باش ما طيح. شوفوا قد ما راني نضيف، قد ما راهي يعني تولي لي اوموجين، راهي تطلع. نزيد نضيف على ثلث مرات لو بلون دوف سيداتي، ضيفيه على ثلاث مرات. هذه يعني في فصل الشتاء
هاد ديسير يعني مطلوب بزاف، خاصة كي تكون وقت يعني تعتشينا، وين نطيب شوية تعتشينا كاراميل ونزيد لو زيست دو سيترون ونرميها في هاد لاموس، تعطي واحد الذوق. حنا نعرفوا انه الشوكولا تتماشى بزاف مع البرتقال، تعطي واحد الذوق جد رائع. شوفوا غير بشوية هكذا، وهاد ديسير لازم ينتكل بارد سيداتي، دائما راني نضيف على ثلث مراحل. شوفوا كيفاش راهي تولي لوموجينيتي تاع الكريمه بهذا الشكل. هذو نحلهم غير هكا بالعقل. فوالا نكمل المرحله رقم ثلاثة. فوالا هنا لانه بعدا راح نديرها كامل في ليفيرين، نشوفوها وجده بعد قليل. هي دوكا واش يصرى بعد ما تبرد في فريجيدير، واش يصرى لهاد راح تجمد لي، لانه فيها عنصر الشوكولاته اللي راح يعني يحكم القوام تاعو وتبرد. هذا بهاد الشكل راني حللتها. فوالا فوالا هايديك لاموس وشوكولا ديالي. دايما قلت لك كي تخدمي سيداتي بلا مارين استخدمي بهذا الشكل. شوفي فوالا هنا نخليها تبرد، بعدا نكملها ونخليها تبرد. نشوفوا فقط لو غراتان تاعنا. فوالا تقريبا راهو وجد. الريحه واش نحكي لكم تاع معدنوس والبسباس هذاك راهي روعه. اذا مشاهدينا الكرام نخرجوا فاصل، نعاود نرجعوا لكم ونشوفوا اطباقنا واجدين.